ده شويه خليني اقول لك، هل هيقلل شويه من كبرياء برشلونه ان بعد ما نيمار مشي بالشكل ده ودفع الشرط الجزائي والموضوع اتحسن بالشكل اللي احنا شفناه ده، ان يرجع يطلب نيمار مره ثانيه ده يقلل شويه من كبرياء برشلونه؟ لا يعني ما بتتخدش كده، لان خصوصا هي واضح ان هي رغبه متبادله. يعني هو لو برشلونه من الاول كان قافل الباب قدام فكره ان هو نيمار يرجع للفريق تاني، اعتقد كان من الاول خالص نيمار ممكن ما كانش يجازف بكل التصريحات اللي هو قالها او بكل الحاجات اللي هو عملها، حتى في فتره ما كان راحه وقت الاصابه ان هو مش حتى مع منتخب البرازيل في كوبا امريكا الاخيره. لكن هو واضح ان الرغبه متبادله، وان نيمار وصل له ان برشلونه هيتحرك، او ان هو في اتجاه ان هم ممكن يدوموه حتى بعد ما برشلونه جاب جريزمان. وبالتالي هو الفكره كلها في يعني الثمن ايه. انت بتتكلم في 222 مليون النهارده، اكيد برشلونه يعني هيدفع 100 او 100 وشويه مع ممكن لعيب لباريس سان جيرمان. فاعتقد هي الصيغه النهائيه هتوصل لايه، ومع ان في احتماليه ان النهارده نيمار ممكن يكمل في باريس سان جيرمان، يعني وفقا لوضع ما ان ما فيش اتفاق يوصل ما بين إدارة باريس سان جيرمان وبرشلونة. التصريح كان شهير من باريس سان جيرمان، ما فيش مشكلة للتخلي عن نيمار ولكن بالعرض اللي يناسبنا.